برحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا نبتدي كده فقرتنا الدينية الأسبوعية ونتكلم النهاردة عن الرحمة. الرحمة هي من الأخلاق القرآنية العظيمة، صفة من صفات الحق تبارك وتعالى اللي وصف بها نفسه كثيرا في القرآن العظيم في نحو 200 آية، فضلا عن تصدر كل سورة بصفتي الرحمن الرحيم، وده في البسملة اللي هي آية من كل سورة. وقرر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الرحمة لا تزول عنه أبدا، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، صدق الله العظيم. علشان كده هنتكلم مع حضراتكم النهاردة عن الرحمة وأهمية استعادة هذا الخلق العظيم من الأخلاق القرآنية العظيمة في حياتنا، لأننا في أمس الحاجة إليه. أكيد طبعا اللي هيتكلم معنا بشكل تفصيلي أكتر ضيفي الكريم فضيلة الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. صباح الفل فضيلة الشيخ، جمعة مباركة على حضرتك. على حضرتك والسادة المشاهدين جميعا. فضيلة الشيخ، قبل ما نتحدث عن استعادة هذا الخلق العظيم من أخلاق يعني ديننا الإسلامي الحنيف وهو الرحمة، خاصة وإنه هو صفة من صفات رب العالمين، ما المقصود بالرحمة في البداية فضيلة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، العلماء لما حبوا يعرفوا الرحمة إيه هي الرحمة، فقالوا من هي رقة تقتضي، رقة في القلب يعني تقتضي الإحسان إلى المرحوم، يعني شعور كده بيجي عند الإنسان بيتملك وجدانه، الشعور ده يدفع الإنسان دفعا من غير تفكير إن هو يحسن إلى هذا الذي وقعت عليه الرحمة. فده المعنى باختصار. المعنى إيه؟ المعنى إن إحنا لما نشوف حد نحس تجاهه بإحساس يدفعنا إلى الإحسان. الحد ده مش بالضرورة يكون ضعيف إنسان أو فقير أو محتاج، مش بالضرورة يكون إنسان ضعيف أو محتاج أو فقير، ده مش بالضرورة يكون إنسان في الأساس. بالزبط. الرحمة دي تعتري كل شيء. علشان كده احنا لو حبينا نقول الرحمة دي بتمثل إيه للدين الإسلامي، نقدر نقول إن الرحمة هذه هي عنوان الإسلام. نعم، الرحمة هي عنوان الإسلام. فاتحة الكتاب الحكيم، الكتاب العزيز، تقول كده. ربنا سبحانه وتعالى افتتح الكتاب العزيز بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من سورة الفاتحة اللي هي فاتحة الكتاب. وبعد كده كل سورة من سور القرآن الكريم قبل أن نقرأها نفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى اختار الصفتين اللي هم مشتقين من الرحمة كي يفتتح بهما القرآن الكريم ويفتتح بهما كل سورة، اللي هي مش بسم الله الرحمن الحكيم، بسم الله الرحمن القوي، مش بسم الله الرحمن القهار، بسم الله الرحمن الرحيم. الصفتين الاثنين مشتقين من الرحمة اللي احنا بنتحدث عنها. يبقى احنا لما نيجي نعرف الرحمة نقول هي ايه بالنسبة للدين الإسلامي؟ هي عنوان الإسلام. بالمناسبة المعنى ده لفت نظر العلماء، فلما جم المحدثين أول شيء المحدثين كانوا بيحدثوا به التلاميذ بتوعهم، لأن الحديث الشريف كانوا الشيوخ بيقرؤوه أو التلاميذ بيقرؤوه على شيوخهم بالإسناد المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حاجة كده بيسموها الحديث المسلسل بالأولية، أول حديث يقرأه التلميذ على الشيخ. إيه بقى الحديث بمعنى ده؟ بمعنى إيه فضلت الشيخ؟ بمعنى إن إحنا خلاص التلميذ رايح للشيخ علشان يتعلم على يديه ويقرأ حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيه أول حديث بيقرأه؟ فيبقى أول حديث بيقرأه: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عشان كده بيسموه الحديث المسلسل بالأولية. زي ما كده في القرآن الكريم أول شيء بنبدأ به القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى أول شيء بنبدأ فيه في قراءتنا للحديث الشريف: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.